أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. التراث هو الموروث اللي بناخده عن أجدادنا من تقريبا خلينا نقول 200 300 400 سنة تقريبا ل 500 سنة بعد هيك أو أقدم من هيك بيكون آثار. التراث بيحمل أشكال عديدة في اللباس، في الأدوات اللي كانت يستخدموها أجدادنا، في الطعام أيضا يدخل في باب التراث. اليوم إحنا بنحكي عن التراث غير المادي أو التراث غير الملموس، التراث الشفوي والحفاظ عليه. رح نتحدث عن مركز الأميرة بسمة للتراث الثقافي غير المادي، إمتى تأسس، شو رؤيته، أهدافه وبرامجه وخططه اللي بيشتغل عليها، من خلال مديرة المركز الدكتورة مرام فرحات. أهلا وسهلا فيك دكتورة مرام، صباحك سعيد. أهلا 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 وسهلا. لما بنقول غير المادي قلنا اللي هو شفوي، الشفوي، التراث الشفوي، كيف نقدر نحافظ؟ وهذا من يمكن أصعب أنواع التراث، الحفاظ عليه بتهيألي بيكون صعب، لأنه إذا عندي قطعة بعتني فيها بعملها صيانة بقدر أحافظ عليها، لكن الكلام أو الموروث الشعبي العمل على الحفاظ عليه يمكن عملية مش سهلة، وهذا اللي أنتم بتقوموا فيه بالمركز. يمكن لأنه يمكن أول مرة بنحكي عن مركز الأميرة بسمة التراث الثقافي الغير مادي، فحاب أنه يكون الجمهور يعرف إيش بنقصد بمركز الأميرة بسمة. مركز الأميرة بسمة للتراث الثقافي الغير مادي موجود في جامعة الحسين بن طلال، تم تأسيسه في عام 2009 في لواء البتراء في كلية البتراء للسياحة والآثار. جاء هذا المركز استجابة للجهود اللي ببذلها الأردن في مجال التراث الثقافي الغير مادي، وبالأخص بعد فوز البتراء ووادي رام بروائع التراث الشفوي بال 2003، وبالإضافة للاتفاقيات الدولية وقعها الأردن زي اتفاقية صون التراث الثقافي الغير مادي بال 2003، وفوز البتراء كان بال 2005 عفوا، وكان تسميته بهذا الاسم استجابة لجهود سمو الأميرة بسمة بموضوع التراث الثقافي الغير مادي في الأردن ودورها الوطني الكبير في هذا الموضوع. كان شرف لجامعة الحسين أن يحمل هذا المركز اسم سموها. كانت الرؤية الرئيسية من هذا من إنشاء هذا المركز هو التقدم بالتراث الثقافي الغير مادي باعتباره أحد عناوين الهوية للمستقبل بالنسبة للأردن، للمجتمع الأردني. وكانت الرسالة في هذا المجال كانت تعتمد على صون التراث الثقافي الغير مادي وحفظ هذا التراث، وبالأخص في الأردن وفي جنوب المملكة اللي هو في المكان اللي احنا موجود فيه المركز، وتحديدا احنا عندنا بتحكي بجنوب الأردن عن المحافظات الأربعة موجودة في الجنوب، لكن المركز هو إن شاء الله راح يكون توجهه لكل المملكة. نعم. يعني عم نحكي تراث الشمال، ويعني راح يشمل كل التراث بس إن شاء الله، بس احنا لأنه موجودين في جنوب الأردن انه تحديدا راح يكون شغلنا في جنوب الأردن بالذات، والهدف من حفظ هذا التراث حتى نعيد فكرة التنوع الثقافي والهوية داخل المجتمع الأردني وإعادة صياغته بطريقة أخرى بمجال التنمية المستدامة. دكتورة مرام، يعني في ناس كتير وإحنا حتى بيوم جديد استضفناهم، يعني عملوا كتب للحفاظ عن التراث وكتبوا أيضا في التراث الشفوي والأمثال الشعبية وبعض العادات والتقاليد القديمة، يعني حتى الهدف منها الحفاظ عليها والأجيال القادمة يعني تتعرف عليها وما تندثر. لكن يعني في بعض المآخذ علينا، يعني مش بطريقة علمية، خلينا نقول ارتجال. كل واحد يعني بشوف من منظوره كيف بكتب هاي الأمثال أو بشرح عنها. يعني الآن أنتوا دوركم كمركز، يعني كيف ممكن تشتغلوا على هذا الموضوع بطريقة مبنية على أسس علمية صحيح؟ طبعا المركز كان هو أول مركز علمي متخصص في جمع التراث الثقافي الغير مادي بالأردن، ولما أحكي علمي إحنا اتبعنا كل الوسائل والسبل العلمية في طريقة التوثيق، يعني لم نكن التوثيق ارتجالي، بمعنى أنه إحنا نلتقي مع كبار السن اللي كانوا موجودين وشاهدين على الأحداث وتم التوثيق معهم بطريقة علمية، ومن ثم تم إدخالهم على قاعدة المعلومات الموجودة لدى المركز في التوثيق التراث الشفوي وإعادة عن طريق التسجيلات الصوتية. فكان في الطرق اللي اتبعها المركز والمنهج اللي بيتبعه المركز هو منهج علمي بحت، بمعنى أنه يعني يجب يكون في مصداقية عالية في هذا الموضوع. وزي ما حكيتي يمكن جمع التراث الشفوي السهل الممتنع، لأنه مش بالسهولة أنك تجمع تراث شفوي وتوثقه،
لانه بتكون ما في شيء مكتوب عن هذا الموضوع، انت بدك ترجع تكتب فيه من اول وجديد وتبحث فيه، ويكون في مصداقيه عاليه حتى يكون بطريقه علميه، وتترك المجال للباحثين انهم يستفيدوا من هاي الماده. شو بيشمل التراث الشفوي غير الامثال والحكم؟ بيشمل الصناعات التقليديه، الادوات الموسيقيه القديمه، الاهازيج، الاغاني. لا تراث شفوي طبعا. لا عم بتقولي ادوات احنا موسيقية. في عندنا اشكاليه بانه نحكي عن المادي والغير مادي. احنا بنتحدث لما نتحدث مثلا مثال الربابه، الربابه احنا في المركز كثير اشتغلنا على هذا الموضوع، لانه بلش عندنا في محافظه معان اعداد الناس اللي عندهم مهاره بالجر على الربابه او الحز على الربابه اعداد قليله جدا. الربابه هي مكون مادي، لكن ما يحيط بهذه الربابه هي مكون غير مادي، بمعنى انه الغناء، الاهازيج، الاشخاص اللي بيعزفوا، انواع الغناء، العزف، الاوقات المناسبه للعزف، طريقه صنعها، كل هذا ينقل شفاهه ولا ينقل بشكل مادي. صحيح. الأداة موجودة مادية، لكن الفضاء الثقافي الذي توجد فيه هذا العنصر هو فضاء شفوي. ممكن يكون يعني مثلا الزفة، المناسبات اللي تتغنى فيها هاي الأهازيج. نعم. كذا، هذا كله راح يكون أو موجود طبعا، موثق عندنا جزء كبير منه اللي هي عادات وتقاليد الزواج، الممارسات والطقوس في الدين الشعبي. يعني اشتغلنا على أي شيء يخص الخطاب الشفوي أو التراث الشفوي الموجود في المنطقة. وإحنا طب اللي بده الحصول على معلومة يعني من هذا بيقدر يدخل على النت مثلا، في لكم موقع احنا الان لسه ما عملنا موقع فاعل بمعنى اخر، احنا موقعنا من خلال جامعه الحسين بن طلال، لكن ممكن يتواصل مباشره مع المركز ويطلع على الشغل اللي بنشتغله ويستفيد من الماده الموجوده عندنا على قاعده المعلومات التراثيه الالكترونيه. ممكن تتعاونوا مثلا مع نقابه الفنانين انه حتى لما ينعمل مسلسل او الدراما ننقل الصوره صح، لانه في بعض المرات في بعض العادات او التقاليد بتنقل مغلوطه عنا، واحنا اللي بنقوم فيها لانه بنقصنا المعلومه الصحيحه. يعني شوفي احكي لك انه احنا شغلنا ان نحافظ على اصاله الماده يتم تقديمها. يعني أنا مع أنه يمكن في اليونسكو عملية إحياء التراث الشفوي الموجود حاليا، لكن هذا التراث الشفوي تعرض للتغيير، أكيد للتغير، لأنه عندنا تغير اجتماعي كبير، وبالتالي يلحقه تغير في التراث الشفوي بشكل عام. إحنا بنجمع قاعدين التراث الشفوي اللي إحنا موجود في المنطقة حاليا بتوثيقه، لأنه إحنا بعد 5 سنين مش رح نلاقيه. فإحنا معنيين أنه نجمع المادة كما هي من الميدان، كما يرويها الإخباريين وكبار السن، كما هي موجودة حقيقة في المجتمع المحلي نجمع منه المادة. كل التوفيق بنتمنى لكم إياه بالمركز. وأنا بدي أشكرك دكتورة مرام فريحات، مديرة مركز الأميرة بسمة للتراث الثقافي غير المادي. بس كنت بدي أضيف شغلة، إنه إحنا في مركز الأميرة بسمة كان من أهم المشاريع اللي قام بإنجازها إنه الأسبوع الماضي كان سمو الأميرة بسمة شرفتنا في جامعة الحسين بن طلال، واختتمت معنا فعالية جمع وتوثيق التراث الشفوي للواء البتراء. هذا المشروع كان تقريبا مدة العمل فيه 3 سنوات، وتم عمل حفل اختتام له، جمعنا من خلاله 220 رواية شفوية، بالإضافة للالتقاء مع 170 إخباريين وكبار السن في المنطقة، وتوثيقها بطريقة علمية موجودة لدى المركز في قاعة المعلومات الخاصة فيها. فأنا بشكركم وبوعد دائما أن الأردن سوف نهدي إنجازات في كل سنة في عيد الاستقلال وفي مئوية الثورة العربية الكبرى، أن يكون في إنجازات حقيقية على أرض الواقع. وبتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا كمان لكم مشاهدينا لمتابعتكم لنا. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أنا بدي أشكر بس المصور خلدون معابر اللي كان مرافقنا بعجمان، وهو التقط الصور للتكريم وللحفل اللي أقاموا ملتقى النشامة في الإمارات. شكرا لكم وإلى اللقاء.